ونحن نتحدث عن يوم التكيف والزراعة، يبرز الحديث عن جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ومن ثم جهود تعزيز مواردها المائية. لذا تضع مصر على رأس أولوياتها ملف المياه نظرا لأهميته الكبيرة في ظل ظروف مصر الخاصة مثل زيادة السكان وغيرها، وأيضا لخطورة التغيرات المناخية وأثرها على مواردنا. في هذا الصدد بذلت الدولة جهودا كبيرة في العديد من المحاور لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا المائية. رغم أهمية ملف المياه لحاضر مصر ومستقبلها، فإنه بات لعقودا في طور دراسات وأبحاث حبيسة الأدراج، حتى وضعته القيادة السياسية في صدارة أولوياتها خلال السنوات الماضية. مصر في سبيلها لجمهوريتها الجديدة تضع قضية المياه نصب أعينها، وذلك في كافة تحركاتها داخليا وخارجيا، وقد أكدت القاهرة عدم تنازلها عن حقها التاريخي في حصتها بمياه النيل، وجددت المطالبة أممياً وإقليمياً بضرورة وضع إطار قانوني لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي المنفذ على نهر النيل، كما تجدد القيادة السياسية التأكيد على أهمية التعامل بمبدأ حسن الجوار بين الدول المشاطئة للأنهار. التحديات الجامة التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية دفعت القيادة السياسية للدفع بحزمة من المشروعات القومية الكبرى وكذلك من المبادرات التوعوية حماية لثروتها المائية وللحفاظ عليها وحسن إدارتها. المشروع القومي لتبطين الترع وتأهيلها أحد المشروعات القومية لتعظيم العائد من المياه، والذي بدأ يؤتي ثماره وبات شاهداً في كل محافظات مصر، على جدية السعي المصري لحماية الثروة المائية، حيث شهدت المرحلة الأولى منه تبطين 8226 كيلومتراً. كذلك هناك المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، ففي مايو من عام 2021 تم الانتهاء من تحويل نحو 285 ألف فدان لنظام الري الحديث، بالإضافة إلى العمل على تحويل 85 ألف فدان أخرى. إلى جانب ذلك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر عبر المحطة الأكبر بالعالم، كذلك الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بمشروعات تحلية مياه البحر التي تعد من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية، وقد وصلت موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر إلى نحو 292 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك في عام 2020. على صعيد التطوير التشريعي، أعدت الدولة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد بهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين. التحركات الدؤوبة للقيادة السياسية في ملف المياه تنبع من إدراك كبير لخطورة الملف في إطار التحديات المائية التي تواجهها مصر من تزايد السكان، إضافة للتغيرات المناخية التي قد تعصف بمكتسبات وموارد دول وقارات.